فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العلماء يفتي المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا يفتيهما بالإطعام فقط دون قضاء يوم. لا لا، ما هو بالإطعام فقط، بالقضاء هذا لا بد منه، أما الإطعام فهو محل خلاف بين العلماء، منهم من يوجب ومنهم من لا يوجب، أما القضاء فلا أحد يفتي بسقوطه. نعم.